فرق شاسع. مساء الخير حبايب قلبي، رجعت لكم فيديو جديد، تغطية جديدة من المنطقة العربية بعد الفتح بدون حجر وبدون فحصة البي سي آر وبدون حجز فندقي. وشوفوا المنطقة العربية يوم الجمعة 13/5/2021، ما شاء الله تغطية حلوة. تحياتي ابقوا وياي. تحياتنا اخوان، طبعا هاي المنطقة العربية وحاليا مقابل شارع 3 احنا، ومقابلنا نانا بلازا شارع 4. ولاحظوا الاجواء، اجواء بانكوك الساعة 8 مساء طبعا تاريخ 13. تحياتي ابقوا ويانا، ان شاء الله تكون تغطية جميلة من حي العرب. شوفوا المحلات المفتوحة والتغيرات الموجودة اللي صارت بعد الافتتاح. هاي المنطقة العربية شارع 3 نبدأ. شوفوا عودة المحلات، فتحت، عودة الحياة إلى طبيعتها. وهذا باقي مطعم المصري ما مفتوح، هاي شاورمتنا مفتوحة. موجود حاليا، رجع الى مكان السابق. مقابلنا مطعم الخيمة، طبعا حاليا الساعة 8 مساء. صاحبنا بالرقي رجع يشتغل ويبيع. هذا فندق كريز. لحظة حبايب قلبي، شاورما ومطعم الخيمة بالجهة المقابل. هذا مفتوح طبعا. طبعا هذا الشارع الموجود هنا مفتح تقريبا 70% من المحلات. فطور 2000. تحياتنا لخالنا ابو عمر الغالي، حبيبي ابو عمر. السلام عليكم. عليكم. موجودة حركة شبيهة للحركة السابقة. ما شاء الله، إن شاء الله الكل تجي وتزور حي العرب أقرب وقت إن شاء الله. صديقة أخوتنا العرب موجودين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا. هاي المنطقة العربية. مطعم الحسين. يا هلا ابو جاسم. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شلون صحة؟ الله يسلمك. هذا شارع 5. تحياتنا.
شوفوا الحركة في شارع خمسة، حركة جميلة. هذا البيت الأبيض خطة صور الشيوخ والملوك مقابل البيت الأبيض في حي العرب. تحيات. تحياتنا اخواني، تحياتنا حبايب قلبي، ابقوا وياي، جولتنا مستمرة. ولاحظوا البيت الأبيض خلفي منور، بعد ما بعد فترة مرت عليه سنة كاملة مكتوبة قطعة عليه للبيع، حاليا لا، تغير كل شيء، مفتوح لأن الحياة رجعت. تحياتي. أنا حياتنا طبعا على الشارع الرئيسي. الشارع اللي يوديك على شارع 11 جدا جدا. لحظة، هذا الإعلان مالته سفريات. تحياتنا. الحركة موجودة حاليا في شارع 7 قرب محطة البي تي اس، محطة بي تي اس نانا طبعا. هاي اخوان، هذا برج اللي يبنون به نانا هيك، وهذا شارع 7. شارع 7 سوكوموفيت. تحياتنا اخوان، جولتنا مستمرة ومتوجهين الى التقاطع اللي يربط شارع 4 بشارع 3. ما شاء الله حركة الناس حركة جميلة، رجعت بقوة. اخوتنا العرب والأجانب جاي يتوافدون على منطقة نعنى في سكن في سوي 3. هذا شارع 4 طبعا. هذا التقاطع اخواني اللي كانت بدايتنا من هنا، شارع يروح على شارع 4، لكن احنا راح نروح على شارع 11 نصوره واحنا بالسيارات داخلين. طبعا رجعت اجواء المنطقه العربيه مثل قبل، وما شاء الله شوفوا اخوان، ناكل هاي الشاورما الطيبه، طبعا نحبها هاي شاورما عمار العرافي. تحياتنا له. ابقوا وياي، جولتنا مستمره، راح نتحول على شارع 11 طبعا، واني بالسياره راح اصور ونشوف الاجواء. تحياتي. نعبر طبعا الى شارع 11. طبعا هاي مشتغله اخوان، هذول يعبرون. تحياتنا حبايب قلبي، طبعا احنا حاليا في شارع 4، راح نفركم جوله بسيطه في شارع 4 سوكم بيت. تحياتي، ابقوا وياي. لاحظوا شارع 4، جولة مختطفة سريعة في شارع 4.
هنا أنا بلازة طبعاً مفتوحة. شارع أربعة، تحياتنا إخواني. شارع أربعة، لاحظ عودته للحياة. لاحظوا شنو الفرق بين كثرة الناس سابقا وحاليا، لاحظوا فرق شاسع عن سابق وحاليا. ما شاء الله عودة الحياة بقوة إلى بانكوك. اخوان طبعا هاي بعد ما صورنا ناخذ لكم جوله مختطفه في السكن بيت وشارع 11 حي العرب. لاحظوا اخوان اجواء الليل في منطقه حي العرب. سكن بيت طبعا هذا محطة نانا فوقنا نانا. ستيشن بي تي اس ننصح باستخدامه طبعا هذا. وهذا قدامنا سوي 11، ندخل بسوي 11 نشوفكم الحياة بليلة. تاكسيات طبعا وناس عرب موجودين بي. هذا شارع 11 اخواني، شوفوا الحركة بي. في مطاعم هندية، هاي في بارات مفتوحة سوي 11، ديسكوات مفتوحة رجعت، مطاعم لكن شيء على شيء اخوان جميل هذا الشارع. شوية بي زحمة بعد ما كان مغلق.
طبعا هاي من اجانب هواي هنا يتوافدون. لاحظوا حبايب قلبي. والى هنا وصلنا لنهاية هذا الفلوق اخواني، ان شاء الله نشوفكم حلقات قادمة. نتمنى انه جولاتنا تنيل اعجابكم وعادت المنطقة العربية او تايلاند بقوة. نشوفكم حلقات قادمة. سلام.